وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعين الأعزاء، مرحبا في اللي أعرف بعضكم مشتاقين لي وتقولوا وين الغيبة وين السحبة. والله مش سحبة يا جماعة الخير، لكن عندي قناة ثانية هي مختصة بالتكنولوجيا، تلفونات، بدخل في المستقبل إن شاء الله 3D printers، ويمكن في الكمبيوترات وتركيب الكمبيوتر وكل شيء، بدخل فيها في كل شيء. بس القناة محتاجة دعمكم، وخذت مني وقت عشان أنشئها وأسوي لها السيت اب اللي موجود، رابطها يكون موجود تحت الفيديو. أباكم تساعدوني أوصل القناة هيك لـ 1000 متابع، الحين هي على 300 وشوية. فأتمنى منكم دعمكم وتفهمكم، ومشكورين للي اشتاقوا لي على فكرة. أنا شفت الكومنتات كتبوا خلينا توين، خلينا نساحب، خلينا كذا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. المهم اليوم بنبدأ في لعبة اسمها جن سميث، مصنع السلاح، بنصنع أسلحة. يمكن في الحلقة الأولى أمريكا، عندنا أمريكا، عندنا روسيا، ما نقدر نبدأ فيها مسكرة. هاي خريطة العالم، لازم نختار منها الدولة، وأظن لازم نبدأ تصنيع السلاح في أمريكا. انزين، شو موضوع اللعبة هذه يا جماعة الخير؟ سي سكوبر عبارة عن مصنع، نبدأ نصنع أسلحة، سوق سودة، ونسوي أسلحة. شكرا. هي تقول الحين ان على اساس انه ورثت المصنع هذا، ولا سكيب توتوريال، ما نبي توتوريال مالكم. انزين، لازم نبدأ تصنيع السلاح. نحن تصنيع السلاح موضوع شوي طويل. احيد بيلد مينيو، كان عندنا هني لاين، مش عنده فلايف ولا هذا ولا هذا ولا هذا. كان في ديسبنسر، لازم نحط ديسبنسر. كان على جماعة الخير، انا على اساس اني سويت لفة. هذا الحرارة، هذا ديسبنسر شكله، والله ما يقول لي ايش اسمه. انزين، الوضع وما فيه الحين، نحن لازم نبدأ نصنع سلاح، ونبدأ شركة كبيرة، ونبدأ نسوي شركة حقنا، تصنع أسلحة وتسوي حركات ودنيا بس بداية ما بتكون كبيرة نفس ما نحن نتخيل يعني، لأن البداية شو راح تكون. خلينا نحطي لنا ستيشن أول شيء، وخبركم لازم نحطي لنا منصة عمل. منصة عمل أول شيء لازم نسوي ورك جروب، مطبخ، هذا حق الوصفات، فاينانس، هذا وين نوظف الناس، هني وين الطلبيات، هني وين الموارد اللي موجودة عندي، هني الطلبيات اللي قاعد أعطيها، هني الأبحاث، مركز الأبحاث لازم نحطيه لبعد، ميزانية طبعا ها شيء أكيد، وهني عندنا الورك ستيشن اللي بنضيفه. نحن الحين شو بنسوي؟ ما يسوي سيلكت أول، لا لازم نبدأ ندق add station group line 1. الحين لازم شو نسوي؟ نحن لازم نحطي الستيشن هذا وين نحطي؟ بحطيه عند الانتاج، داخل يتابع الخط النهائي. اوكي، يتابع الخط النهائي، حلو. خلينا نروح للستيشن نفسه، وشو نسوي؟ لازم نضيف للستيشن ولا للمحطة هذه، نضيف الأجهزة. لحظة، عندنا ستيشن قم وقلب اوريدي موجود، ما نباك. اوكي، خلنا نبدا المحطة مالنا. انزين، ولازم نبدا ننتج عن طريق منو؟ هذا المكان. لازم لما اذكر لازم ندق اد، اوكي لازم ان نوظف عامل اول. سوري يا جماعة، اللي هي مال تعرفون 5 دقايق جربتها بعدين تلعوس. انزين، الحين نصير على اللاين كنترول، لازم نضيف، اوكي لازم نضيف لنا موظف. اذا ضفنا موظف على كلام ايوه نقدر نضيف كل شيء نحن موجود عندنا هني. طبعا نضيف كل شيء على اساس ان العامل يقدر يطالع كل شيء، وبنشغل كل شيء باور اون اشتغل. الحين هذا ناحية الانتاجية، بس هذا لازم نحدد له شو يبغى. نحن نبغى شغلتين، وين الكوك بوك المطبخ مالنا؟ هذا هو. انا اسف تقول خليل شو هذا، ليش انت ما عندك مشكلة. يبالنا فابريك جلوف، زين، يبالنا اللي هو قفازات قماش عادية، ونبغى بلاستيك فوقهم عشان يستوون
حق الجيش. انزين ميد ان مرجر ماشين، يعني معناه ان احنا محتاجين ندخل هني فابريك شيت، مش فابريك لا هني بلاستيك. تعرفون ليش؟ لان هني في حرارة، البلاستيك يبغى له حرارة معينة. انزين هني يبغالنا نحطي نسوي بلاستيك فيتنج، وهني بنحطي لنا يسوي لنا جامو جلوفز، بس في الصوب الثاني نبغى نحطي لنا الفابريك مالنا اللي هي الفابريك القماش. زين ونسوي فابريك جلوفز. الميرجر بياخذ الاثنين وبيخيطهم عن طريق الخياط هذا، والخياط هذا راح يسوي لنا القفاز ان شاء الله في وقت قريب. تشوف يا سنتج السامان هي قاعد يسوي القفازات، يا ليت اللعبه فيها ستوب تشوفون. هذا قاعد يخيط نايس. الحين اللي لازم نسويه لازم ناخذ لنا شو سامان، لان الحين ما عندنا سامان في المخزن. شوفوا المخزن مالنا مخلص، فبنسير لان ما عندنا اي سامان هني، بنروح السوق وسعره مرتفع الفابريك. زين بشتري 1000 حبة فابريك. انزين 3000، انا عندي كم فلوس؟ عندي 118000. وبشتري بلاستيك بلوك 1000 حبة بعد، على اساس انتاجي ما يوقف. حلو خلهم ينتجون الحين مو مشكلة، خلي عندي ستوك زايد. خلنا نسير نشوف هني في سامان طايح، خلنا نشله هني وين طلبيات توصل، بس مرات يطيح سامان فيلعوزنا. انزين حلو قاعدين ننتج الحين. العامل وين ساير؟ هذا مش محطوط عدل. شو اوكي الحين عدل. اوكي اوكي نايس نايس نايس. الحين هاي اللي بيروحون على الرفوف. انزين بما ان عندي الانتاج ما يوقف، خلنا نسير السوق. زين ونبى وين الاوردرز طلبيات. انزين نبى نشوف شو ناس تبى تبيع. انا عندي 100 وهذا يبى 300، بيخلص بعد ساعه وشوي. هذا بخلص الحين، بنسوي مو مشكله مو مشكله بنسوي. شو رايكم نسوي خط ثاني للانتاج؟ يستوي احط هني اثنين لا بس واحد صح؟ تعال عندنا مكان حق الموظفين ابراويكم اياه اللي هو هذا، شوفوا يجي يرتاح هني. خلينا نحط لهم غنفات شيء. هذا واحد يبغى يسوي عقد ما ادري شو خربطان. اوكي تعال تعال بنشل العقد مالك، اعطاني 8000 رشوه. زين اكتف اوردرز، نحن بنوصل قفازات، عندنا ساعتين وشوي ما عندنا مشكله. انزين بس نبغى نبني الحين اللي هي غرفة الموظفين. خلينا نحطي تلفزيون، والله غرفتهم عودة يا جماعة. بنحطي لهم تلفزيون هني. زين شو يطلعون بالله عليكم؟ بننتج أسلحة نصيدهم لو سمحت قم. ما اقدر اقوم. حطي هني غنفة، حطي هني، خلنا نشوف اذا مكانه زين. خلي تشوف تلفزيون، بنحط غنفة عودة، بنحط لهم طاولة، بس طاولة جانبية هني، بنحط طاولة جانبية هني. بس تعرفون شو بسوي؟ هذا سيدة، هي سيدة بالضبط. الله زين بالطريقة. لا بعيدة الطاولة، صبر بنقرب هذا حبتين، خلهم يسولفون. اوكي الطريقه هاي، لا خلينا نقرب حبه، خلهم يسلفون يقدرون يحطون كوفي. عرفتوا؟ انزين نبى بعد حقهم، خلينا نحط لهم حشيش شيء تحت التلفزيون نقص عليهم. انزين ممتاز. الحين انا بنستلم العقود، استوى عندنا مكان راحه الموظفين. ممكن اطوف من الاداره؟ شكرا. يا سلام الرفوف اظني ما تكفيني تصدقون. ابا ايوه ازيد الرفوف على اساس مساحة تخزينية عندي تكون طيبة. اوكي هذا المستودع مالي في نهاية اليوم، يعني هني كل سامان يروح. شو اخبار الطلبية مالي؟ زين خلاص خلنا نسلم هالطلبية. زين وبنستلم طلبيات ثانية ابا، لانه بيكون في وايد وقت حق طلبية ولا طلبيتين. خلنا نستلم هاي الطلبية، ما بستلم الجزائر، ابا بريطانيا اي ولا استراليا من بريطانيا شيء. هاي استراليا ستيتس ستيتوس. زين خلينا نسلم من عند هاي الطلبيه، عندنا طلبيتين على اساس نقدر نخلصهم. وبحطي
خط ثاني الانتاج بس يكون داخل هذا مش بعيد. صبر يعني ابا dispensers واحد فراغين نفسه هنا فراغين تقريبا. زين ابى احط حزام من هنا لين هنا وابى احط اللي هي كتر ماشين آلة القص. زين شوفوا تهني اللعبة هذا يباله هيتر حلو هذا يباله مال فابريك كتر اللي هو هذا اوكي مش عدل لحظة بعدني اسغلط في الاختصارات بس مو عليه مو مشكلة. انزين وابا السير الاولي ايوه بيمشي جنب هذاك بالضبط نايس. زين وابا هذا هني حلو وشو ابا في النص ابا هذا اللي هو مال البلاستيك بلاستيك بلاستيك. زين مش عنده فلان صبر ما نبى سلاح ما عندنا نسوي سلاح الحين اصلا صح. شو اخبار الباور مالي؟ اه قاعد استعمل معظم الباور اللي هم باور جنريترز مالي هذا. خلينا نشوف لحظة لحظة انا اوريدي قاعد استعمل هني طاقة تقريبا كل ال زين الحمد لله شفناه. ايوه شكل اخر شيء يبالي غرفة حق السوالف. لحظة ليش يبالي صيانة؟ ما اقدر اوظف واحد صيانة. موظفين مانجمنت ميكانيك ميكانيك يسوي صيانة صح؟ رومنج اوكي خله هو يصلح صيانة كل شيء ما في يتمشى قاعد يسوي صيانة حق كل شيء يدوي الصراحة. انزين الحين قلنا نبغى شيء حق الخط نفسه هذا باكجينج لا 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 بلاستيك فورمر ايوه هذا ونحطي هني هذا وبنحطي وراهم اللي هو يا اصدقائي لين شوي بال لين تعودوا هنا اماكن الاشياء مرجر ماشين. زين وبيروح الى من هذه طلع لنا خط واحد بس نباه يلف لين هني على اساس صبر ليش ابا يلف على اساس شو يسوي؟ وين صارت مكينة الخياطة؟ هذه والله حاطينهم بالترتيب ترى. زين يروح مكينة الخياطة وبعدين يروح الاسمبلر اللي يجمع السامان. انا اسف قاعد ادقدق مليون شيء. هذه بوكسينج ماشين بالطريقة هاي وبعدين يروح على their first order accept هاي اللي تعاقدت وياهم. وين صاروا يبون طلب اول طلب توهم طلبوا شيء. وين صاروا سوري active orders هاي ابو 500 اعطيهم هاي يستاهلون. انزل يا جماعة الخير صبر لان انا الحين شو قاعد اسوي ابى احط نهاية الخط اللي هو لازم ساعدوني ايوه هذا end of line هذا كان في اول تاب حلو زين انا ما ابغى بالطريقه هاي هالطريقه مش اوكي صبر صبر نبى تخزين هذه مشلمه هني لان الوضع يباله ترتيب بالطريقه هاي. زين وكل تخزين القفازات بيكون مكان واحد اصلا يعني اوف يا ليت كان في سلكت اول والله نفتك من هذا بعدين ليش ما يرتفع اكثر؟ المفروض يرتفع اكثر عادي ترى انا اعترض على الموضوع هذا
خلنا حط مخزننا هني لأنه ورا أنا ما بحط شيء حاليا فخلوني في مكان حد يمرها فيه. إنزين نقدر هناك بعدين نسوي لنا الصف الثاني. ليش أنا سويت الحركة هاي؟ لأن الحين هذا راح يسوي لنا مشاكل. شوفوا هاي الحركة اللي هم مسوينها، هاي خلي حق بعدين، هاي خلي حق بعدين، هاي خلي حق عقب. هذا نباء هني لازم، هذا والله ما ادري اذا لازم هذا، بس انا ابى احطي لان لحظه صبر خلنا اشيل هذا، ابى اجرب هذا يدخل سيده عادي، لان ابى احطي هني لاين. انزين الحين السؤال، هل اقدر اضيفهم على نفس الستيشن؟ اخلي عامل واحد ولا اسوي ورك ستيشن اثنين؟ صبر، تعرفون شو بسوي ورك ستيشن اثنين. جلوف ليش اكتب بالعربي؟ لا جلوف ستيشن 1 يعني مركز قفازات واحد، بنسوي جلوف ستيشن 2. ليش؟ على اساس ما اضيع ما بين الاثنين، لانه لو تميت اضيع ما بين الاثنين راح اتوهق. انزين خلينا نصير العمال ستاف مانجمنت، نوظف لنا لايت كنترول وركر. انزين ونصير نحطيه على الستيشن ورك تول كيتس. ليش ما اقدر احطيه هنا؟ لاني ما حطيت الستيشن نفسه. يا رب. انزين هذا بنحطيه هنا مراقب حق نفس المحطه، شوفوا نفس المكان تقريبا هم. بندخل جلوب ستيشن 2 بعد ما نحطي له موظف. انا اسف، لا هذاك اوريدي في جلوب ستيشن 1، شوفوا اوريدي يبين عندي وين شغال. فخلنا نحطي هذا هنا وني على الستيشن وندق عليه اد 1 2 3 4 5 6 7 8. ما اعرف اذا بيشتغل كله ولا لا، بس خلونا نشوف. انزين صبر، اوتبوت هذا قلنا بيطلع منه بلاستيك بلوك، الين هذا بيسوي لنا بلاستيك فيتنج، وهذا بنحط فيه القماش وبنطلع من القماش فابريك جلوف. انا ما اعرف قاعد ادخل ولا اخسر فلوس حاليا، هني المشكله. انزين انت تحطي جامو جلوف. انزين فاينل برودكتس لازم نسوي جامو جلوف. اوكي هذا بوكسنج طبعا ما يخص، هذا بس يحطيه في البوكس. انزين الحين هاي شغالين، هذا شغال عادي، هذا شغال عادي، بس هذا اظني قم. ايوه اوكي نايس نايس، استوى عندنا محطه ثانيه، يعني بنعبي هالرفوف بسرعه شوي. انزين خلينا نشوف الاوردرز مالنا، يمكن تم وايد وقتها خف. زين هذا في 600، خلينا نسكر هذا، خلينا نسكر هذا، فلوسي شوي قاعد تنقص. خلينا نشيل اوردرات، كم يبغى يدفع هذا؟ 2200، 2000 على 260 حبة، يبقى 240 حبة. خلنا نركز على أمريكا بريطانيا، أوكي نركز علاقات داخلية شوي ونبع علاقات خارجية، لأن اللي فهمته أن هذا يرفع علاقاتنا مع الناس. حلو هاي بريطانيا available orders. خلاص الحين بنسوي لحن لهم سوق، بس احس مكان تخزين كفايه، اي كفايه ما يبالي شيء. وعندنا واحد يتمشى يسوي للمكان مفروض صيانه، وما اشوفه قاعد يسوي صيانه. زين خلنا نسوي صيانه، ما عندي تول كيتس ريبير تول. زين نبى هذا، نبى هذا، نبى هذا، نبى هذا، نبى هذا. يتم يعطينا تصليح، والتصليح مفروض ان عندي ميكانيكي يسويه. وين الميكانيكي مالي اللي انا وظفته ادفع له راتب فلوس؟ اذا خلينا ندق رايت كليك نشوف الموظفين مالنا، لان المفروض عندي انا باترولينج. ها رومك فوكس اون ستاف فاير ستاف، شو يسوي هذا؟ ما عنده تول كيتس، كيف اعطيه تول كيتس؟ هذا السؤال. اوكي 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 لحظه، وين ستاف مالي؟ ميكانيك
أنا ما أبغى أوظف الحين، أبغى الميكانيكي يكون عنده مكان. هل أضيف له ورك ستيشن بروحه؟ بس كيف ورك ستيشن ما يستوي، ولا أحطيه ريبير على ورك ستيشن معين؟ والله ما أعرف كيف أعطيه الصراحة، بتشيك أنا هذا بعد الحلقة، بتشوف كيف أعطيه هذا وبخبركم. هنا طبعا مبند، خلنا نشوف العقود مالنا، خلنا نشوف الأبحاث. نحن ما بنتم على هذا قفازات بيطول طول العمر، بس يعني أكتب أوردرز، سكر أوردر، سكر أوردر ثاني، 200 200، سكر أوردر، بيتم لي أوردرين. إنتاجي حلو بس ما أعرف هل فلوسي قاعد تزيد بعد، بس ما عندي فابرك. خلني أشتري فابرك، قاعد أستهلك أضعاف البلاستيك، فخلوني أسير أشتري فابرك شيت. بشتري 10,000 حبة اشتريت أنا، اشتريت توي 10,000 غير 20,000 خسرني. في شيء طايح برا؟ لا. انزين خلهم ينتجون، لانه ما بالانتاج يوقف، لان عندي اوردرات ولا طلبيات اسكرها هني. بس الحين اللي بوديكم اياه اللي هو الريسيرش، الابحاث. انزين نو اكتب في ريسيرش، هذا شو يسوي؟ هذا ديسبنسر اللي هو اوريدي عندنا. الحين شو نبى نسوي الحين؟ نبى هذا فلو سبلتر. اقدر اسوي سبلتر. نايس. بس لازم احطي ميزانيه كل يوم حق الريسيرش. انا بحطي واحد اثنين، كم في اليوم فلوس؟ 2000 وشي. اوف، خلوني احطي اول شيء واحد في الامية على اساس اجمع فلوس. عندي هيترز ليفل 2 بعد، اللي هو يسخن المواد، لان البلاستيك لازم يسخنه. ليش نحطي هذا؟ لان في تسخين الموضوع. حلو، انزين. والحين لازم نشوف الاوردرات اللي هو المفروض متم، يعني المفروض المخزن مالنا اكثر من كفايه، بس شكله مش عيب اني احس انه لازم يكون هني. يمكن احاوله بعدين هني اخلي خطوط تخزين. هذا هني في في خط ببلاش عندي، وانا صرت اشتريت واحد هني بفلوس. ليش؟ زين، هاي السبير. زين السبير مالي بخليهن. The client guard اسمها some offering for you money 15,000. هاي بيعطيني فلوس، فلوس حق شو؟ يبا سامان، اقول لك تعال لعباتنا السوق السوداء يا حبيبي، لعباتي السوق السوداء يا حبيبي. خلنا نشوف شو يبا هو اصلا. هو حط لي شيء في الاوردرز؟ لا ما حط لي شيء في الاوردرز. نحن بسكر كل الاوردرز سهل، بس الموضوع كله الحين عندنا استوى 222 ريسيرش بوينت، يعني هي 22 نقطة ابحاث، يعني نقدر نفتح شيء جديد. بس السؤال اللي يطرح نفسه، انا بفتح رصاص. يبالي 100 ريسيرش بوينت، ولازم نسوي كيميكال. يا حبيبي هذا شو يسوي؟ متل رول، هذا حق الحديد اظن، نلف عشان نسوي مكان الطلقة، وهذا مكان ثاني. خلنا نسوي ستارت ريسيرش. كم ياخذ وقت؟ يوم واحد. اوكي اظني اوكي صح، لان الحين نحن شو قاعدين ننتج؟ قفازات وايد صح، وعنده 9 8000، 15,000 اعطانا ذاك عشان نسوي له شغلات حلوه. زين كلاينت ما اعلم، مو مشكله بخليهم. بس انا قلت لكم برضي اكثر شيء اول اثنين عندي انا، هذا ارضي وهذا. وال اوردر فاليو 367,000. يا ابو اس ام كي، لحظه. انا اسف، ريبيتيشن مالي راح. هي بس سلاح، انا ما عندي سلاح. سلاح شكله دخل فلوس. خلنا نشيل، مو باكم الجيريان تو، خلنا ناخذ امريكا. نحن في امريكا ما صنعنا، فلازم نرضي الربع. انزين في حد فيهم باقي عليه شويه؟ لا كلهم اوكي، كلهم اوكي. وبعدين عندي في موارد كل شيء اوكي شكله، ما عندي مشكلة يعني، مفروض لان الانتاج شغال عندي. قام وقلوف عندي 220، يعني اروم اسكر الحينة طلبية هذه الحين ب 160 ب 220، هاي قديمة وايد، خلنا نسكرها.
بنسير اوكي هذا بيجهز كله. الحين الوضع كله فيه منو؟ في الابحاث، لان الابحاث مثل رول ديسبنسر لازم نسوي خط كامل كيميكال ونسوي خط لحظة عشان انا انتج رصاص لازم اسوي ريسيرش حق هذا يباله 5000 ويبالي اكون عندي سربتيشن مع ناتشرال وذا ناشونال ارمي، ما اقدر اسوي بالطريقة هاي، ما اقدر اسوي على كيفي يعني، لا 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 الوضع فيه تعقيد اكثر. زين خلونا نسوي خط ثالث. اوكي هذا خلصناه مثل رول ديسبنسر حلو، بس انا الحين خلنا نسوي هذا يومين يباله. زين وخلنا اني ان دايركت دث نحن كنا مساهمين في موت 3200 شخص، والله ما بعلق. انزين السوق السوداء هاي هاي دنياها يعني، انا اسف يا جماعه لكن هاي السوق السوداء، شو تبون اسوي يعني؟ انتم طلبتوا عنف، اعطيناكم عنف، بغيتوا لعبه فيها مسدسات وقمت انا اصنع المسدسات، شو تبون اكثر؟ انزين ما علينا، قال شو مقلم مصنع قفاز، خلنا نصلح الميكانيك اللي ما اقدر اعطيه تولز. انزين الحين ابى اعد يعني ابى اسوي ريسيرش حق شيء زياده، بس هذا كله يباله وقت وفلوس، هذا كله حرق فلوس. صبر خلنا نزيد 2%، وانا من الممكن اني ازيد انتاج، ازيد انتاج يا جماعه، ازيد انتاج، ما ادري اتشاور ولا ازيد انتاج بعد، بس احس وايد بيكون اذا زدت الانتاج. ديليت كان في كوبي بيست هوفر، شو الهوفر هذا؟ زين اللي هو هني بسامون، اوكي زين الحين هذا شو كله سامون، هذا كله شو؟ احنا هني نصنع سلاح. زين في عنا المصنع عود، هذا بفلوس 80,000 يا حبيبي، 120,000 والله يستوي مصنع عود، ها مو بصغير ابدا. هالسبعة شو؟ اوكي معناه التخزين عندي زايد. انا بخبركم شو قاعد افكر، افكر ازيد الانتاجية مالي شوي، خلنا نسكر الطلبية هاي، افكر ازيد الانتاجية واخلص العقود اللي في السوق. انزين خلنا نزيد خط واحد. انزين قلنا ديسبنسر هذا كان قياساتنا عدل صح؟ انزين خلنا نجيب السبير مالنا. الحين لازم اعرف اكيد على الحلقة الجاية كيف الميكانيك يعطي تول، لان الميكانيك لو ما اعطيته تولز انا بتوهق، ما حد غيري بيتوهق. انزين خلنا نحط هيتر هني بنفس الترتيب. انزين وبنحط لنا اللي يقص الفابريك، وبنحط لنا نفس اللاين بالضبط، شوفوا نفس الطريقة، بس بسوي شوي، احاول اسوي اقصر على اساس ما نتوهق. لحظة هذا ليش في فرق حبة هناك وما في فرق حبة؟ اوكي صحيح. انزين اوكي الحين عدل. انزين وبنحطي لنا مال بلاستيك، قلنا مال بلاستيك كان هذا حلو، وهذا مال هني ما بنحطي له اي شيء، بنحطي له ليش ما اسوي بالعكس؟ لا لا اوكي اوكي خلنا نشوف اذا يستوي مكانه هني بيكون احسن. انزين وبنحطي وراهم على طول منو مال الانتاج هذا. انزين
وبنطلع من الانتاج على طول سير. بالطريقة خلنا نحط خياط اول الطريقة هاي، بعدين نحط سير بالطريقة هاي، بعدين نحط لنا مكان الماكينة هذه اللي تجمع السامان البوكسر. زين بعدين نحط منه السبير مالنا اللي هو هني، هذا بنضيف له شو؟ بنضيف له ورك ستيشن اللي هو لاين دروب 3، اد ستيشن اللي هو بيكون هني، كل مكان له موظف بيكون. وبنوظف لنا عامل جديد لاين كنترولر ريكروت، بنوظفه وبنحطيه هني. لحظة لازم نحطيه من لاين كنترول هذا اللي فاضي، على اساس ان نقدر ان هني ونضيف منه كل المكاين على الخط ونقدر نشغلهم. ما عندي كهرباء، اوكي بضيف كهرباء لحظة. بنضيف كم خط كهرباء هني، هذا كله فلوس طبعا. زين خلنا نشوف هني باور اون كل المكاين. اول مكينة نحن متفقين بلاستيك، على اساس ان عندي البلاستيك هذي فورمر هني ويسوي لنا بلاستيك فيتنج. وبني فابريك هني، الفابريك المكينة هاي شغلة تعطيني فابريك جلوفز، وتجمع لنا هني في نهاية اليوم نسوي جامو جلوفز وتخيطه ويودي لنا اياه لاخر الخط. حلو، الحين استوى عندنا تربل ديبارتمنت اوف فاير ارمز لايسنس بوليت برودكشن لايسنس، نايس حصلت رخصه تصنيع سلاح. انزين الحين شنو نقدر نصنع؟ لحظه ريسيرش، عندي الرخصه الحين اني اصنع، بس المشكله لازم اسوي ريسيرش حبه 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 حبه. يعني الحين نقدر اسوي هذا اللي يلف الالمنيوم، بعدين هذا، بعدين بوليت بانشر، بعدين شغلانه بتكون. انزين خلينا نشيل العقود بما ان عندي وايد تصنيع قفاز، فلازم شو اسوي؟ اهم شيء ما اشيل شيء، شو في شو سلاح. انزين خلينا، لان اظن عندي وايد قفازات. حلو، فخلنا نسكر الاوردرات كلها. اوكي نايس، اكيد عندي قفازات وايد، فلازم اعوض الفلوس شوي، لان اذا بشتري اي مكان ولهني اقدر اصنع سلاح عادي. انزين يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، هاي نهاية حلقة اليوم. اشوفكم حلقة قادمة ان شاء الله على خير. هاي كملت وقت الحلقة، فبنكمل ان شاء الله الحلقة الجاية، بنشوف شو سالفة الميكانيكي اللي مش قادر اخليه يصلح المكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.